يلا يا حنان يلا بقى كده هنتأخر على ميعاد الزيارة، ده أنا ما صدقت إن هشوف يا ابني. إيه ده؟ أنت هتخرجي كده؟ هخرج كده إزاي بس يا عمي؟ هو أنت لسه ما لبستيش يا حنان؟ يلا يا بنت بسرعة اعملي معروف. أصل ماما لسه مكلماني في التليفون وقايلة لي إنها هتيجي عشان تسلم عليك. سلم علي انا؟ ما انا في خطوبه يوسف قلت لها ان انت تعبان وعشان كده ضيا ما راحش. يا بنت بس احنا لازم ننزل دلوقتي. ما هو في زياره اخر النهار. وانا هستنى لاخر النهار. انا ما صدقت انهم سمحوا لنا بالزياره وهشوف ابني. تقولي لي اخر النهار؟ بقول لك يا حنان انا هنزل انا قبل ما يجوا، ولما تيجي امك بقول لها اي حاجه. اقول لها بس اي حاجه ازاي؟ دي هي جايه مخصوص عشان تطمن عليك. تصرفي بقى يا حنان، قولي اللي انت عايزاه. طب استنى بس، انت هتعرف تروح لوحدك؟ هعرف. انا عيل صغير هاخد تاكسي، هاخد تاكسي. ماشي ما تقلقيش. هات لي دي هنا يا حبيبي. ايوه هي دي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ماما. مبروك يا حنان، لسه ماما قايله لي على موضوع النونو. الله يبارك فيك يا حبيبي. هو الحاج جمال في اوضته؟ لا، اصل حصلت حاله وفاه في العيله، حاله من بعيد كده يعني، ابن عم ابوه فرحه وضياء يحضروا الجنازه. يحضروا الجنازه؟ طب نزل ازاي هو تعبان كده؟ ما هو بقى كويس يا ماما، والمرحوم غالي عليهم قوي. تشربوا ايه؟ لا لا لا، مش هلحق اشرب اي حاجه، انا عندي مشوار كمان شويه. ماما عارفه انا خلاص هفتح الشركه كمان اسبوع، كان نفسي بس اسلم على ضياء. اهم حاجه بس ما تنسيش توصلي له. حاضر حبيبي. ماما ساعتين بالظبط وهرجع اخدك. ماشي ماشي حبيبي، روح ربنا يوفقك. خلي بالك من نفسك يا نونا. طيب ماما انا هعمل شاي، تشربي معايا؟ انا مش عايزه شاي ولا قهوه، خليكي قاعده في مطرحك. انت المفروض تستريحي خالص الفتره دي. عارفه لو اختك كانت لسه عندي كنت قلت لك تعالي اقعدي معانا، على الاقل ما تمديش ايدك في حاجه. تصدقي يا ماما انا فعلا عايزه اقعد معاكي. انا محتاجه لك قوي يا ماما قوي. حبيبتي ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش حاجة، مفيش. مفيش؟ مفيش ازاي؟ اوعي يا حنان تكوني زعلانة انك حملتي تاني، ولا لسه بتفكري في اياد واللي حصل له؟ الله يرحمه يا بنتي، ده كان عمره اللي ربنا قاسمه له، وهو الحمد لله ربنا بيعوض عليكي وعلى جوزك. تعرفي ان ضيا ده هيخش الجنه على قد ما صبر ده كله وفضل متبت فيكي وسندك في كل الغم اللي شفتوه. ضيا تعبان قوي قوي يا ماما وبيتعالج. بيتعالج؟ بيتعالج من ايه يا بنتي؟ قوم يا هاني، قوم يا حبيبي الله يرضى عليك، روح لها صالحة ما تخليش شيطانك يخرب عليك. يخرب عليا أنا برضو. وحياة ربنا ورحمة أبوك أنا ما عايزة حاجة، أنا كل اللي يهمني راحتك. أنت تعبت كتير ومن حقك تستريح. أنا مش رايح لحد، إيه اللي هتيجي؟ بحياة أمك؟ هتيجي بعد ما رميت عليها اليمين في فرح أخوها؟ هتيجي. انتي ما تعرفيش داليا زيي، ما شفتيش عينيها لما قلت لها انها طلقها، كانت متاكده ان انا مش هعملها. وراهنك هي دلوقتي نفسها ترجع وماسكه نفسها بالعافيه. ما تبقاش دي كرومي في نفسك قوي كده، ما جابش ابوك ورا غير النفسه الكدابه دي. انا كنت رايح الفرح ده وناوي اطلقها اصلا.
عشان لما اطلقها هي مش هتعرف تعيش من غيري وهترجع، ولما ترجع بقى اي حاجه هقولها مش هيتقال عليها لا. انا طلقتها عشان اقفل الباب ده من اساسه. عم هاني خليكي مع هاني ترباحي. حماكي موجود اهو، انا هخش اطيب خاطره بكلمتين. ماما هو يصح ان انا اسيبه لوحده واجي معاكي؟ مش بدل ما تقعدوا في وش بعض تقلبوا المواجع وتعيطوا على ضيق؟ خدي بس انا هقول له كلمتين وارجع لك على طول. السلام عليكم يا حاج جمال. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اتفضلي يا حاجة صفية. أنا مش جاي أتفضل، أنا بس جاي أقول لك شد حيلك، القضية جامد وهيطلع من اللي هو فيه ده بإذن الله. أنت عرفتي؟ حنان قالت لك؟ وما تقوليش ليه؟ هو أنت فاهم يعني إن القضية ده ابنك لوحدك؟ ما هو ابن أنا كمان. ولادنا يا حاج ياما بيغلطوا وياما بيقعوا، بس بيرجعوا تاني يقفوا على حيلهم بعون الله. ايوه بس الوقعه دي ما منهاش قومه. ما تقولش كده يا حاج، ده انت راجل مؤمن. دي حكمه ربنا ان انتوا لحقتوه في نفس الوقت اللي عرفتوا فيه ان حنان حامل، يعني تفاق الخير. لله الامر من قبل ومن بعد. انا من بعد اذن حضرتك يعني انا هاخد حنان تقعد معايا كام يوم، بس احنا قبل ما ننزل وضبنا البيت وعملنا لك اكل يكفي الاسبوع قدام. بس انت بقى خلي بالك من صحتك، بلاش حوادق وملح وحاجات من دي. والقران اللي انا شايفاه في ايدك ده اوعى تسيبه من ايدك، اقراه على طول، هو ده اللي هيبرد قلبك يا حاج. فوتك بعافية. يلا حبيبتي يلا.